هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم أكثر من مليون ومئة وخمسة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية مليون ومئة وثمانية وستين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة أكثر من سبعمائة وثمانية وعشرين ألف شخص